بغرض تحويلها إلى فضاء جذاب للعيش والتواصل والترفيه خدمة للساكنة والمستثمرين والزوار، والارتقاء بها إلى ما يبتغيه جلالة الملك محمد السادس نصره الله. انخرطت جهة الدار البيضاء الكبرى في تنفيذ مخططات للتنمية مبنية على رؤية استراتيجية تجعل العنصر البشري في صلب اهتماماتها. تندرج هذه المخططات في سياق توجيهات ملكية سامية للنهوض بالجيل الجديد من مدن المملكة. هي برامج تنموية ترتكز على محاور عديدة تتعلق بتحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز الحركية على مستوى الجهة وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية وتكريس مكانتها كوجهة وطنية للتجارة والترفيه وفضاء لاستقبال التظاهرات الكبرى. من ضمن البرامج المسطرة برنامج تغطية أولويات جهة الدار البيضاء الكبرى 2014 و2015 الذي يتمحور حول 6 محاور رئيسية: تأهيل الطرق، إحداث مساحات خضراء وأخرى للترفيه، تعزيز السلامة الطرقية، تجديد حاضرة الحافلات، تقوية شبكات الماء الشرب والكهرباء وتطهير السائل والإنارة العمومية، وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، وتحسين نظافة المدينة. رصد لهذا البرنامج غلاف مالي إجمالي قدره 2,820,000,000 درهم. يأتي برنامج تغطية أولويات جهة الدار البيضاء الكبرى الذي يسجل معدل إنجاز جد متقدم لتعزيز مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى 2015-2020 الذي أطلقه جلالة الملك في شتنبر الماضي، والذي يتوخى تعزيز التموقع الاقتصادي لجهة الدار البيضاء سعياً إلى جعلها قطباً مالياً دولياً حقيقياً وتحسين عيش ساكنتها والحفاظ على بيئتها وهويتها. من ضمن مكونات برنامج تغطية أولويات جهة الدار البيضاء الكبرى 2014-2015 مشروع تهيئة 4 فضاءات عمومية على طول كورنيش دار بوعزة، الذي سيوفر لساكنة الأحياء المجاورة أماكن ملائمة للاسترخاء والترفيه والنزهة وممارسة الأنشطة الرياضية. سيعزز هذا المشروع الموقع المتميز الذي تحظى به جماعة دار بوعزة كوجهة سياحية هامة تستقطب أعداداً من الزوار والمصطافين للاستمتاع بجمالية المكان ورونق الطبيعة. يندرج إنجاز هذه الفضاءات في إطار المشروع الشامل لتأهيل الطريق الساحلي الذي رصد له مبلغ 115,000,000 درهم، والذي يهم إنجاز أشغال الطرق وتقوية شبكات تطهير السائل والإنارة العمومية وغرس أشجار التصفيف وتثبيت علامات التشوير الطرقي. يعكس المشروع الذي أعطى جلالة الملك انطلاقة أشغال إنجازه الحرص الموصول لجلالة الملك على التتبع الميداني لمسلسل تأهيل المناطق الحضرية الجديدة لجهة الدار البيضاء الكبرى من خلال السهر على تزويدها ببنيات تحتية عصرية وتجهيزات في مستوى انتظارات الساكنة المحلية، هي إنجازات هامة تساهم في تغيير معالم العاصمة الاقتصادية للمملكة.